الناس في مصر قلقانة وخايفة، مش هقول ان ده مش مبرر، بس اذا كان كلامي يطمنكم لازم تطمنوا. فاوض حاليا على كذا حاجه في السعوديه، لان هي دي منطقه واعده جدا، واللي حصل هناك دي يعني الثوره بجميع المقاييس. لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات في 2013 و14، أنا بقول لكم لم تكن لمصر قائمة حتى الآن.